خواتاتي، اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معاكم لي بروشيت اللي كيجيو رائعين بالصدر ديال الدجاج، واللي ما عندوش صدر ديال الدجاج يقدر يحضرهم بالديك الرومي. وغادي نرافقو بطاطا اللي كتجي زوينه والشيفرون. ودابا دوزوا معايا المقادير والطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خواتاتي المشاهدين، اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معاكم القطبان بالصدر ديال الدجاج. واللي ما عندوش صدر ديال الدجاج الا بغى يدير ديال ديك الرومي يديرو. شنو غنحتاج؟ غنحتاج هاد الرق قطعتو قطيعات صغار هكا، دابا غندوز الطريقه. درت هنا معلقه صغيره نتاع البزار، غندير داك الدجاج ديالي هنا. غنذكر معاكم المقادير اخواتاتي، عندي شويه معلقه معامره صغيره نتاع لو كوري كيعطي واحد المذاق زوين. غنذكر معاكم المقادير، واحد نص معلقه نتاع الخرقوم، غنحتاج شويه نتاع هزير، شويه السودانيه اللي كيبغي السودانيه واحد راس المعلقه يعزز عليها الحار، شويه الثومه بودر، واللي عنده طريه يدير طريه. غنحتاج شويه ديال واحد المعلقه نتاع لا موطارد، شويه واحد المعلقه تاع السوجا، معلقه كبيره، جوج معالق صغار اللي درت هنا، معلقه كبيره الملحه، الملحه راه الدجاج مملح والاخر ديرو غير على حسب، شويه الزيت درت هنا الزيت واحد المعلقه صغيره، زيت المائدة والزيت الآخر. غنحتاج معاه بطاطا من بعد أخواتاتي، وندوز معاكم الطريقة. دابا غنخلط كل شيء هذا الشيء ونرجع معاكم. غنزيد معاهم أخواتاتي واحد جوج معالق تاع الكريمة ما ذكرتش معاكم. دابا غنخلط كل شيء هنايا ونخليها ترتاح شوية قد ما قلت كتشرب. الا بغيتو ديروا لها شويه الحامض ديروا شويه الحامض، حتى الحامض كيفتي الصدر، يعني الصدر ديال الدجاج شويه كيكون ناشف. دابا غنخلي الماء هذا الشيء شويه يترقد، ومن بعد ان شاء الله نرجع معاكم الطريقه. خواتاتي ما خليت الدجاج ديالي يترقد، دابا رجعت معاكم. انا كنت باديه ندير معاكم هذه البطاطا، غنحكا هنا في الحكاكة، هانتوما خواتاتي دابا غنهز البطاطا ديالي، غنديرها هنا، انا غسلتها شويه بالماء، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم الطريقه.
خواتاتي بعد ما رجعت معاكم هذيك بطاطا راني صفيتها هنا، دابا غنوري لكم الطريقه. واخا درتها في الصفايه انا كنفضل نديرها هنا باش نعصرها مزيان ما يبقاش فيها الماء ديالها. ديروها في شي شرويطه تكون نقيه عندكم. تعصروها من الماء ديالها مزيان باش ما يبقاش فيها داك الناء اللي غسلتها. انتم اخواتاتي غنجيب واحد 3 د البيضات من بعد ما درت البطاطا ديالي. هانتوما كيخصها تجي دير معاها واحد المعلقه د النشا مايزينا. عندي واحد البصله اللي قليت هنايا، هانتوما بصله وحده. درت قبيسه د الملحه ها هي هنا مع البيض. دابا غنخلط البيض ديالي هنايا، درت 3 د البيضات هنا. هانتوما على حسب البطاطا اللي عندكم، على حسب البطاطا اللي عندكم راه درت الزيت ديالي تسخن. غنحتاج قبيسه ديال الخميره د الكاطو معاها. دابا خواتاتي غنخلط كلشي هنايا، نتوما البيض على حسب البطاطا اللي عندكم. هانتوما كيخصها تجي القوام ديالها. دابا خواتاتي غندوز للقليان. هانتوما خواتاتي من بعد ما رجعت معاكم باش تشوفوها في القليان، هانتوما خواتاتي كي كتجي. دابا غنسالي القليان اخواتاتي البطاطا ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما المشاهدين من بعد ما رجعت معاكم مع داك السدر ديال الدجاج اللي كنت شرمت معاكم، دابا غنعدل هاد القلات كيجيو زوينين. هانتوما اللي بغا يشويهم يشويهم كيجيو زوينين. هانتوما كيجيو خواتاتي. خواتاتي من بعد ما وجدوا دوك لي بغوشيط لي وجدت معاكم هانتوما كي كيجيو. ديك البطاطا اللي حضرت معاكم هانتوما كي كتجي، راه كتجي رائعة، كتجي زوينة إلا تبعتو الطريقة والمقادير راه كتجي زوينة. هانتوما داك لي بروشيط لي وجدت معاكم كيجيو فتيين. هانتوما خواتاتي كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله، وقدمتو مع الشيف لي كنت حطيتو في الفيديو الاول. وإلا تزدتو إلا قلبتو على الفيديو في الاول غتعرفو الطريقة باش خدمتو. وهانتوما كيجاو، وشكرا لكم على المتابعة. إلى الوصفة المقبلة ان شاء الله.